بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، عدنا لكم من جديد. مرحبا بكم في قناة بنى المعلوماتية. هذه القناة مختصة في مجال التكنولوجيا، في التقنية، في مجال السيرفرات، في مجال برامج، كل شيء يخص معلوماتية تجدونه في قناتي بنى المعلوماتية. اليوم جئتكم في درس جديد، وهو كيفية تفعيل وحذف التفعيل لكي يفتح معك برنامج الهين الذي يضم قنوات بين سبور قوية جدا وبدون تقطيع. الآن شفت هذا البرنامج هو المخير في البرامج كل عندك، هو عندك الإمبراطورية. وما نساوش برنامج لعنة عالم التكنولوجيا. أول حاجة نبدأوها، ما تبعونا مليح، شوية الصوت الميزيك. بسم الله. نبدأ لكم كما كاين الناس بزاف تدخل البرنامج الهين ويخرجوا لها دي زيرار، كاين يخرج له ليرار هادي، كاين يخرج له ليرار ميساج، كاين يخرج له ايرار باج نوار، كاين يخرج له ايرار باج بلون، كل واحد ليرار تاعو. كاين واحد يخرج له فيرمي لو بروغرام. هادو كل مشاكل بربي ان شاء الله نحلوهم في هذا الفيديو تاع اليوم. بصح الفيديو اليوم راح نحكي لكم كيفاه نعاودوا نفعلوا البرنامج مام عندك نسخه قديمه، مام عندك كود قديم، نحاولوا كيفاه نديروا تفعيل جديد ويمشي لكم برنامج بربي ان شاء الله 100%. اول حاجه نبداوها اخوتي، نروحوا كما راكم تشوفوا تلقاو عندي هنا تفعيلين، عندنا تفعيل واحد تفعيل اثنين. هذا التفعيلات لازم باه تعاودوا تفعلوا، نفرضوها هذوما انا نتاعي يمشيوا، بصح نفرضوها هذوما يمشيوش. ناس بزاف واقع في المشكل هذا. هذم التفعيلات نفرضوها قلنا ما يمشيوش، انا كون ندير استمرار رقم 1 2017 تفعيل رقم 1 درك يمشي لي نورمال، يجي لي القنوات من 1 17 مع لي بين موفي بين ماكس بين فرنسي بين كنديان استرالي، يمشي لاباس عليه. بصح انتم تبعوني مليح ونشوفوا واش نديروا. اول حاجه قلنا عندنا زوج تفعيلات، نروحوا نحذفوهم، تابعوني. بسم الله نروح لهنا، ندخلوا البروغرام. اول حاجه ندخلوا نروحوا الاورغانيزي، هذه اوبسيون دوسي دو ريشيرش، تابعوا مليح خاوتي. افيشاج، نروح لهذه الخاصيه نافيشيوهم هكا، ونروح لهذه دي سيليكسيوني، نحيوا لها علامه نايك ونديرو ابليكي. هاد الخاصية اللي درناها طافي شيلنا لي فيشي كاشي اللي ما يبانوش كيما دوك نعطيكم بار اكزومبل، هادم لي فيشي كانوا ما كانش ولاو يبانو. عندنا ندخلوا للسي، هذا الفيشي، هذا الفيشي، هذا مدي فيشي، هذا الفيشي كانوا ما يخرجوناش يولي يخرجوا لنا. اول تروحوا تما، تروحوا نروحوا ليتيليزاتور، ايه روحوا للتيليزاتور، تبعوني مليح، روحوا للتيليزاتور. من ورا التيليزاتور ندخلوا على ويندوز، على 7، كل واحد نسميه، واحد نسميه ويندوز 7، واحد نسميه باسمه، واحد نسميه ويندوز 7، كل واحد زي ما حنا انا كاتبو 7، ندخلوا على 7. ثاني حاجة نروحوا على اب داتا، بعديك نروحوا للرومينينغ، هنايا رومينغ ندخلوا لها، تابعوا مليح مليح. نروح لهذه بي ار، بي ار هنا نلقاو التفعيلات. قلت لكم انا عندي كما راكم تشوفوا عندي زوج تفعيلات، هام زوج تفعيلات، كاين اللي عندهم فاعل 10 تفعيلات، 5 تفعيلات، زوج تفعيلات، 4 5، تلقاوهم هنا ديريكتوم تفعيلات، تلقاوهم هنا كل. انت مش عليكم، عليكم غير تروحوا تحذفوا ديروا سيبريمي. هنا كي نديروا سيبريمي ونخرجوا خلاص، نروحوا نعاودوا ندخلوا لهين. بس اول حاجه كي نسيبريميوهم نرجعوا الخاصيه تاعنا كما كانت من قبل بي ديكوشيو هكا. نروح لافيشاج نديروا نيا با افيشي ونديروا سيليكسيوني هنا ونروح نديروا اوكي. دوك نلقاهم راحوا، راكم تشوفوا كلش ما كانش تاع قبيله، حكيت لكم عليها مدام لي فيشي ما كانش اللي كانوا مكاشين. نروحوا كيما قلت لكم تعاودوا تدخلوا للهين من جديد، لوطوني تعاودوا تدخلوا للهين تجيك من هنا، تروحوا تدخلوا كود جديد دوك تلقاوه رابط تاعو اسفل الفيديو. ثاني حاجه
اعتذر دقيقة. وكما راكم شفتوا الطريقة ناجحة 100%. تعاودوا تفعلوا القنوات تاعكم من جديد عن طريق التفعيل كما تعرفوها هنا. بعد تخرج لكم نافذة تفعيل القنوات عندكم 17 جزيرة عربي، ليبين سبور فرنسي، استرالي، كندي، ثم تعاودوا تفعلوهم كل حتى ليبين ماكس. اي تخرج لك كي تعود تفعل تخرج لك هنا باج نوار مكتوب فيها مثلا مبروك، مبروك تفعيل القناة. لازم تستنى لو طون تفعل القناة تستنى تخرج لك مبروك باه تخرج لك كيما نقول بلي راك فعلتي هذه القناة. هذا كيما نقولوا ما تفوتوهاش هذه المرحلة. لازم تفعلوا القنوات كل باه كي تعاودوا بعد ما تفعلوا القنوات ديروا سوفغارد جديد. سوفغارد يخرج لكم كيما هكا التفعيلات، سوفغارد التفعيل ديروا زوج ثلاثة على الأقل خلاص تسمى تضمنوا. كاينة تانا المشكلة تاع تخرج لك ميساج، الناس بزاف يخرج لها ميساج هنا طويل. نورمالمون صابروني شوية، الله يعلم كاين هنا صورة الميساج. كما راكم تشوفوا هنا عندكم هاد الخاصية، هاد المشكلة، المشكلة هادي هاي الحل تاعها كيفاه. تروحوا تضغطوا على الخاصية اللي تلقاوها اوف تقلبوها اون كما راهو نعطيكم هنا. عندكم حل مشكلة الفي بي ان مثلا كما فهمكم احنا في بلد الجزائر ولا مصر ولا تونس ولا المغرب دول العربية كيعود يحبسونا البين سبور عربي نروحوا ناكتيفيو خاصية الفي بي ان. الفي بي ان راني نوزع فيهم بزاف في الجروب تاعنا، تلقاو الجروب عالم تكنولوجيا اتصلوا به انضموا ليه ان شاء الله يوجد فيه بزاف حسابات مجانية. كما راكم تشوفوا هنايا اوربيس، اذا كنت من دوله غير عربيه استخدم في بي ام مثلا جماعه في فرنسا يستعملوا الفكره هذه باه يمشي لهم ديروا بين عربي. عندك انا حل عدم فتح البرنامج هنا قاعد يقول لك اضغط على ويندوز بليس ار واكتب تمبورير. هنايا هذه المشكله نحيو بها الزيارة تمبورير كامل اللي عندكم يولي يتنحى تبريمي ولي تمبورير كامل. ومبروك على الجميع، واي استفسارات حول الموضوع اللي راكم تشوفوا فيه اليوم راني نستنى تعليقاتكم في هذا الفيديو. ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باه يعطيكم كل شيء جديد يخصني. خاوتي اتهلاو. We'll be right back.